أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وعز جندا وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلى المبلد وأشهد أن محمد عبده ورسوله بعثه من أشرف المنابر وأيده بالقول الثابت واختاره من الأنام وكلفه بالصلاة والصيام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام اللهم صل وسلم وبارك عليه عباد الله إن يومكم هذا يوم عظم الله قدره وشرفه وميزه من الأيام عرفه أبان من بينها حرمته ووفق له من خلفه صفوته وابتلى فيه خليلا وفدى من الذبح سليلا وجعله خاتم الايام المعلومات من العشره ومقدما على الايام المعدودات من النفر يوم حرام من ايام العظام في شهر حرام يوم الحج الاكبر والحظ الاوفر يوم فيه الآلى بمشهده وتعظيمه ونزل القرآن بتكريمه فقال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليذوقوا بأسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فتقربوا إلى الله تعالى بذبائحكم وعظموا شعائر الله وجعلوها من أطيب ذخائركم واستشعروا بالتقوى في ضمائركم فإنه لن ينال الله لحومها ولا تدمعوها ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتقدروا الله على ما هداكم وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا وأمرتنا أن نعتق ركانا وعبدتنا وأن نعتق وعبدتك فاعتقنا وأمرتنا أن لا نرد السوال ووقفوا بأبوابنا ونحن سوالك واقفون ببابك فلا ترد مسألتنا يا كريم الصبر يا الله يا دائم المعروف يا الله يا من هو بالآلاء والجود موصوف يا الله يا مبتديا بالنعم قبل استحقاقها يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا زخرة يا زخرة يا خبية يا خبية يا رب يا غياث المستبصرين يا تارك الهالكين يا درك الهالكين يا رب العالمين استجب لنا وللمسلمين في هذه الغداء اللهم اما اوليت المسلمين رحمه او البستهم عافيه او كفيتهم موديا وان انزلت لهم غيثا الا جعلت لنا ولهم من ذلك حقا وافيا وسهما جاريا اواكم الله نصركم الله عصمكم الله امين وجعل الله اخر العدل منا ولا منكم آمين. ولا من هذه الغداء اواكم الله آمين. نصركم الله عصمكم الله وجعل الله اخر العدل منا ولا منكم ولا من هذه الغداء اواكم الله آمين. نصركم الله عصمكم الله لا جعل الله اخر العدل منا ولا منكم آمين. ولا من هذه الغداء
ونسأله أن يفيدها علينا وعليكم سنين بعد سنين. آمين. آمين. وعواما بعد عوام. آمين. مستبقين غير متفرقين. آمين. راضين غير صافين. آمين. زايدين غير ممتبصين. آمين. مغفورا لنا ولكم ولوالدنا ولجميع المسلمين. آمين. آمين. آمين برحمة الله يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اجرنا من النار. امين. اللهم اجرنا من النار. امين. اللهم اجرنا من النار. امين. اللهم لا تشبع قلوبنا بالنار. امين. اللهم لا تجعلنا من حطب النار. امين. بيننا بئس الدار وبئس المسوى وبئس الفرار. امين. صلى الله على سيدنا محمد النبي المختار وعلى اله الطيبين الاطهار. امين. وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعيذكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر. لا اله الا الله. وبنيت كل بشرية فحينئذ فهدوني. لا إله إلا الله. بالاسم الأعظم بجاه المصطفى فرج علينا توسلنا به في كل أمر رئاسة الخلق رب العالمين. قم بنا في الغلب قد صار.
ويلي لي جلاكم لنكدار اتسن وكان يكرم به بهر زخار ان اجلك ابي مكر الذي فاك نجمار ان شيخ الذي لوجود كالغيس مدرار ان غوثك وكل الفرع للنوار أينكم أينكم يا أولياء ربي ستة أينكم أينكم يا أولياء ربي غفار أينكم أينكم يا أهل الهداية وليسار دارك عبد المخلص في المحبة فقد حار والفتر حبر عبد الله اللي زلت له جار في حياتي وفي موتي بجنات وانهار عند طه رسول الله هو بهر الأسرار والحمد لله رب العالمين وسيدنا عبد الرحمن الصفار وسيدنا الله وسيدنا الشيخ الطويل 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 وسيدنا الش
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. آمين.